أحد المواطنين من محافظة البصرة يتحدث عن معاناته خلال تقديم معاملته لإصدار هوية أحوال مدنية، وذلك بدل ضائع طبعا وما لاقاه من إجراءات ترهق المواطن وكذلك مماطلة من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية. دعونا نتابع المقطع التالي. السلام عليكم، راح أبين لكم التفاهة مال القانون العراقي. عندي جنسية ضائعة، الجنسية الضائعة تروح تسوي بلاغ بالمحكمة، المحكمة توديك للمركز، المركز يخليك فد ساعة ساعتين لما ما النوبة يحقق وياك ويوديك للمحكمة، المحكمة تخليك ساعة ساعتين لما ما يوصل السر مالتك للقاضي، القاضي يقول لك روح للمعاون القضائي، المعاون القضائي هم ساعة لما ما توصل له خلص اليوم، ثاني يوم ترجع النوبة يصعدونك للمحكمة، القاضي هم ساعة ساعتين لما ما توصل له يقول لك قل، حط يدك على القرآن، قل والله العظيم أقول الحق. أدري شو مسوي أنا، جنسية ضائعة، ماشي والله العظيم أقول الحق، جنسيتك ضائعة، هي جنسيتي ضائعة، يلا ارجع للمحقق القضائي او المعاون القضائي. متون كنت يمه قال يرجع له، رجعت له، خلص اليوم وثاني يوم ونفس القوانين، وصار لي اسبوعين جنسيتي ضايعه، بعدني ما واصل للجنسيه. هاي الحكي بين المركز والمحكمه، بين المركز والمحكمه، جنسيه عراقي ضايعه، فشي يعني سجل موجود والدنيا كلها موجوده.